شاء الله. مكفيش مكفيش. هو ده مش بيت الباشمهندس كامل عبد العظيم؟ ايوه. يلزم خدمة؟ حضرتك اخته مش كده؟ ايوه. ست عزة؟ ايوه. انت مين؟ انا حسن، حسن عبد الراضي، كنت زميل مش مهندس في ده. شرفنا. الله يشرف مقدارك. خير؟ خير طبعا. امال ست وفاء فين؟ وفاء، وفاء، وفاء. مع كام؟ حضرتك عايزني؟ استغناش يا فندم. تقول انك انت تعرف جوزي. اللي اعرفه انا والبشمهندس كامل كنا زملاء في السجن. يا سلام، يعني احلى ايام قضيناها في السجن انا والبشمهندس كامل. اهلا سلمى. سلمى مش كده؟ ايوه سلمى. اه ما شاء الله ما شاء الله. باشمهندس كامل ما كانش ليه سيره غيركم، بس كان قلقان على عادتكم لو حد يكون كده من غير راجل. بس انا والباشمهندس كنا اكثر من الاخوات، كنا يعني اتنين في اتنين كده. كنا بنحلم باليوم بقى اللي نخرج فيه من السجن ونيجي نعيش سوا هنا، يعني نعيش كلنا، يعني ننزل على الارض ونخضر اصل كان عارف ان انا وحداني ومقطوع من شجره ايه. فتحة على روحه. فتحة أختي، فتحة. يعني إحنا المطلوب مننا إيه دلوقتي؟ ما أنا قلت أنا كنت جاي لكم ويعني ماليش حتة وممكن أساعدكم لا أنا يعني قبل ما أنسى إحنا ما نقدرش نقعدك معانا. ست عزة أنا وجودي معاكم هنا بالعربي بظروفنا ما تسمحش بوجود راجل غريب هنا عن إذن. على فكرة الراجل ده غلبان قوي، مش كان ينفعنا في الشغل؟ ايوه بس انا ما استريحتلوش. بس على الاقل يعني كنا قدمنا له كوبايه شاي. ملعون ابوه. انت عايزاه ده راجل غريب ورد سجون كمان؟ هذا اللي كان ناقص. الله، مش كان مع بابا؟ ايش جاب لي جاب يا بنت؟ ايش عرفنا ده حرامي ولا قتل قتل؟ وتفتكري يعني هو جاي لنا من اخر الدنيا عشان يسرقنا ولا ينهبنا؟ ده السجن ارحم من هنا يا عزه. يا دي النيلة. ايه في ايه؟ ما انتش شايفة القارب راح فين؟ يا ماما يعني احنا ناقصين؟ مش كنت تربطي كويس؟ بقولك ايه، انا لا اللي مش ناقصاكي، كفاية عليا عمتك. يلا عشان نروح نتصرف في الخيبة دي، ولا انت بس لسان؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ ده جاي. هو ايه؟ الراجل. خلينا في حالنا. صباح الخير يا ست وفاء. انت لسه هنا؟ امشي اروح فين؟ هو في ايه لا مؤاخذة؟ زي ما انت شايف القارب بتاعنا الطيار خده. اه وهي ميه غلوطة؟ لا مش قوي. مش قوي. يعني مش خطر اصلا في العم مش اللي هو يعني. لا. طب انا هنزل اجيبه. شكرا، خليك مستريح. لا ازاي؟ لا لا خليك مستريح. توكلنا على الله. عيب ما تجيش.
ايه في ايه؟ نزل يجيب القارب. هو مين ده؟ على فكرة الباشمهندس كامل كان بيقول القارب محتاج يتنظف أول بأول ويدين. أنا ممكن أعمل حاجات كتير كان المرحوم قايل عليها. بس أنا مش فاهم ست عزة قافلة مني ليه كده؟ أهلا. المية تلج تلج. ما كانش في داعي تتعب نفسك. لا تعب ولا حاجة، أنا نفسي أخدم. وين الحبل؟ هات. عنك أنت بس. لا عنك أنت. سيان. يلا يا أخويا أنت تترعش شوية وتتوكل على الله. إيه ده؟ خد خد. أي بس تعزى ما تجرحنيش. مش القصد يعني. ما تجرحنيش. خلاص على راحتك. طب يلا بقى، مش هنقعد طول النهار هنا. قليل قوي، هينشف زي ما كل حاجه ما بتنشف هنا. اسمي حسن يا حبيبتي. ماما بتقول لك تفضل عشان تاكل معانا. لو انت حلال ده انا كنت شويه وهقع من الجوع. صحيح انت كنت مع ابويا؟ انت مش مصدقاني؟ لا اقصد يعني اتكلمت معاه. طبعا اتكلمت في حاجات كتير معاه. طب كنتوا بتتكلموا في ايه؟ 3 سنين 365 يوم. شوف بقى ده احنا ما سيبناش حد حاجة أنا ما اتكلمنا فيها. مش مهندس كامل وصفت كل حاجة هنا. البيت والترابيزة دي والدفاية. لا لا والله. كأني كنت عايش معاكم هنا. مش المفروض في مكتبه هنا؟ وقال لي اول ما تخش من اوضه القعاد على ايدك اليمين. المفروض في مكتبه هنا. ايوه كانت مكتبه، بس انا شلت الكتب مع حاجه المرحوم اللي ما بنستعملهاش. الحمد لله. انا جايب كده حاجه يعني مش قد المقام يعني. دي هدية بسيطة. أنا ما كنتش متخيل إنك أنت بقيتي عروسة حلوة كده. الله ده جميل أوي، متشكرة أوي. من زمان وأنا نفسي بدبة زي دي. خدي بقى، اتفضلي يا مؤاخذة. اتفضلي. ما كانش في داعي تتعب يا أخي. أيوة أنت زي أختي. سأل الله بقى الهدايا دي تبقى على ذوقكوا يعني. أه جميل أوي. الله انت ازاي عرفت ان ماما بتحب اللون ده؟ اصل الباشمهندس حكى لي عنكم كتير، فتح لي قلبه وفتحت له قلبي، حكينا لبعض على كل حاجه. انا اعرف حاجات عنكم ما تتخيلوهاش. يعني تحبوا ايه؟ تكرهوا ايه؟ طبعك، طبع عمتك، طبع ماما، تفاصيل حياتكم. السمك ده الظهر نار البرد اكتر. عموما ممكن تبات في المخزن اللي بره. ده كرم زايد وحياة رسول يعني. عنك بقى انت، انا مش ضيف وانا لازم اعمل بالقميتي، مش عارف كده يعني. كم معلقة سكر؟ زيادة. معلش
معلش هي الاوضه مكتبه. قلت اقلب الارض تاخد شمس وبعدين اديها شويه ميه حلوه تغسل الملوحه اللي فيها نقدر نزرعها. انت بتفهم في الزراعه؟ ما هو الباشمهندس كامل فهمنا على كل حاجه، احنا ياما زرعنا في السجن. ايه ده؟ امال انا هنا بعمل ايه؟ لا لا لا، ايد على ايد تساعد. معلش. اتفضلي. كان في ست فلاحة عمتي مشيتها من شهرين، كان ما بتحبش حد غريب يشتغل عندنا. انت بقى اللي بتري الغنم؟ يعني انا يوم، ماما يوم، عمتي يوم، على حسب يعني. لا انا اعرفه بقى ان الغنم عايزه راعي واحد، انت عارفه ليش؟ ها؟ اشمعنى؟ عشان تولف عليه وتخاف منه. اوريكي؟ وريني بصي. سبعة وستين انضرب بيت نجارة راحت عيلتي كلها، كنت عيل صغير، ناس من جيراننا أخذوني معاهم لما كانوا بيهجروا أهل السويس، عشت معاهم سنتين، دوقوني فيهم النار رحت طفشان منهم، رحت وشحت والله عشان خاصة على لقمة العيش، حاولت أمشي بمرض الله لكن هو بقى الظروف هي اللي وقعت في الغلط، والبخت المهدد ضاع في ناس يطلعوا أولاد حرام. بيشتغلوا في تهريب الممنوعات، شغالين معاهم. اتقبض علينا واتبسطت 10 سنين. في السجن بقى اتعرفت على باشمهندس كامل. عرف حكايتي وعرفت حكايته. فضلنا نفكر ونحلم ليالي طويله ازاي نخلي المكان ده جنه. جنه كده نعيش فيها كلنا مع بعض. ولا تفتكروا ان امنطجي ولا بلون الكلام ولا بقول اي منظر، لا، انا صريح ودغري ما احبش الملاوعه. ساعدني شويه ان انا ببقى ساعات كسلان حبتين كده. لا بسيطه. ايه الشاي حلو؟ حلو شاي؟ مظبوط قوي. مع الصعيدي راح يقعد على القهوه على الشاي. اتنين صعيده قاعدين في القهوه فجاه قعدتهم جنب مرايه. فرحوا طالبين اربعه شاي. على واحد على وجهي اتجوز خلف طفل. ما اكونش في النقط، اقول لكم فزوره. ايه الفرق بين واحد بيرمي نفسه من 10 دور وواحد بيرمي نفسه من الدور الاول؟ غلب حماركو اللي بيرمي نفسه من 10 دور يقول لك ايه؟ بوم. اللي بيرمي نفسه من دور واحد يقول لك ايه؟ بوم. لا حلوه حلوه. أنا بس بحب أفتح شوية كده.
الله يرحم الباشمهندس كامل كان يقول للراجل لازم يبقى يضحك كده في البيت علشان الست تحس بالامان. صحيح الكلام ده ولا مش يا دوبك ننام علشان عندنا شغل بدري الصبح مش كده ولا ايه؟ اه عندك حق. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير. خرابة جميلة قوي. هو مهجور اي نعم بس والله جميلة. لو كنت عشت فيه ما كنتش قلت كده. انت ما بتحبيش المكان ده؟ انا خلاص ناوي امشي من هنا اول ما الاقي بيع نصيبي ونصيب سلمى في الارض. ليه؟ لان ما فيهوش حاجة والوحدة ممكن تخلي البني ادم يتجنن. هتقولي ليه؟ ما انا مجرب. هو حقيقي الباشمهندس دخل السجن ظلم؟ ايوه. يعني في ناس لفوا له تهمه الاختلاس دي؟ ايوه. مين ولاد الكلب دول؟ اهلي. اسف ما دخلتنيش. لكن ليه؟ كنت مخطوبه لابن عمي وما كنتش بحبه. ولما كامل اتقدم لي اهلي رفضوه. هربت معاه واتجوزنا. طبعا الحركه دي لما عرفها تلاقيها جننت اهلك. بالظبط كده. وبداوا يحاربوا كامل بكل الطرق علشان يسيبني. قررنا نسيب القرف ده كله ونيجي نعيش هنا في ارض عيلته. ما سابوناش. لفقوا له تهمه اختلاس. وساوموه. يا يطلقني يا يتسجن. فضل السجن على انه يبيعني انا وسلمى. تلاقيكوا قضيتوا سنين صعبه لوحديكوا انت وعزه وسلمى عزه اتهمتني وقالت ان السبب في اللي حصل لكامل وده اللي هز البنت قوي. لان احنا الثلاثه مش طايقين بعض مع ان وشنا في وش بعض طول الوقت. تعبنا قوي وبقينا فاضيين من جوه. يمكن ما بقاش عندنا اي عواطف او احاسيس. يمكن المكان ده هو السبب. الايام كلها بقت زي بعض. الليل زي النهار والنهار زي الليل. واحنا الثلاثه والبحيره والخلا وصوت الريح من حوالينا. هاتي الشوال ده وتعالى ورايا. وانت يا فقره ما تخلصي تحصلين. طلعت الشمس للمغرب وبحاجه ما منهاش فايده. ما منهاش فايده ازاي؟ زي ما بقول لك كده. ياما حاولنا ياما جبنا ناس تشتغل وصرفنا قد كده
وكل ما نصلح حته ارض البحيره تهلك وتغرقها. بس هي عنيده بتعمل مع نفسها. عندي ايه؟ ما كان على يدك بيطلبوا قد كده وما بيعملوش حاجه، وكل ساعه شاي واكل وشاي وطفح، مصاريف على الفاضي. كده يا بقى اصرف مالهمش لازمه. طيب ذنبها ايه سلمى ولا انا؟ كان عندنا فرصه نبيع الارض والبيت. فرصه ابيع بتراب الفلوس عشان يقلبوا لي مشروع سياحي؟ يقلبوها يعدلوها يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، احنا مالنا؟ المهم اننا نعيش على وش الدنيا زي بقيه الناس. انا ما بيعش ارضي وارض عيلتي، واخويا الله يرحمه ما كانش ناوي يفرط في شبر واحد من الارض دي، وده اللي انا لازم اعمله، والنتيجه دافنين نفسنا بالحياه في حته مقطوعه. شايف ان شويه مجهود وعرق الارض اللي مش عاجباك دي بكره تتفرج عليها، بس المهم ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض يعني. صح، بابا الله يرحمه كان بيقول ان البني ادم لازم يكافح علشان يعيش. اخبار المدرسه ايه بقى؟ مش ولا بد. مش ولا بد ليه بقى؟ ده نزعل منك. بابا الله يرحمه كان نفسه تطلع دكتوره. عارف مش مدرسة. ليه مركزش هناك صاحبك؟ لا كنت مبسوطة. كان لي أصحاب كتير. لحد ما في يوم من سلسلة هداها بعد منى. بدأت تتهموني إن أنا اللي خدتها. حاولت أفهمهم إن أنا مش ممكن أعمل حاجة زي كده. محدش صدق. قالوا إن أبويا حرام ودخل السجن. فمش ممكن يكون حد تاني غيري. ما بقتش عارفة دافع عن نفسي ولا دافع عن أبويا، حتى لما عرفوا مين اللي واخدة السلسلة واعتذروا لي، فضلت شايفة في عينيهم إن رأيهم فيا ما تغيرش. حسيت بوحدة فظيعة، حسيت إني بتخنق، أعصابي تعبت، دخلت مستشفى. أول ما خرجت جيت هنا على طول. أنا مش عايزة أروح هناك تاني، أنا عشت هنا، أنا بحب هنا. صح أنا مفيش غير الغنم والمعيز والجبل والبحيرة، بس الحاجات هي اللي بعرف اتفاهم معاها وبحس بيها، وهي كمان بتهيألي بتحس بيا وتفهمني اكتر من الناس. تعرف اول واحد اتكلم معاه كتير كده بعد بابا. سلمى سلمى الله، شعرك حلو قوي، ليه مستمرار مخبيه كده؟ ها؟ خد. بتعمل ايه؟ بداية البندقية عشان ما تخسرش من الركنة. وانت بتعرفي تضربي بيها بقى؟ يعني بس سلمى بقى هي اللي شاطرة في الحكاية دي. سلمى؟ سلمى دي رقيقة أوي. صحيح، هي طبيعتها مش كده، بس كامل كان نفسه في ولد وما كانش بيخفي المسألة دي أبدا. البنت من حبها في أبوها كانت بتحاول طول الوقت تتصرف زي الصبيان، ده اللي أثر عليها.
ايدك يا وفاء. مسك ايده جامد. ها مسكي جامد. متتكلمش، استريح شوي. لازم يتعمل له كمادات ميه ساقعه كل شوي. طيب استريح وانت وانا هبدا معاه. شوية مية ساقعة. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله، انا كنت حاطة ايدي على قلبي، بس الحمد لله دلوقتي بقى كويس. الحمد لله. بركة فيك يا عماد، لو لعينك لحقتيه عينك كان ممكن يروح فيها. طيب، روحي انت بقى تسيحي، ها؟ وانا هقعد معاه شوية. روحي. هتفضلي واقفة هنا؟ يلا شوفي شغلك. واقفلي الباب. الأكل شهادة ليه؟ دي عمته بتقول لازم تتغذى وتاكل بصل كتير. اللبن ده بس مش عايز شوية اللبن بس عشان خاطري. تعرفي ان احنا الاثنين زي بعض. انت قضيتي مده طويله من غير راجل، وانا طول مده السجن كنت من غير ست. كنت حطق اكيد. هو سجن ليه؟ الراجل محتاج لست زي ما الست محتاجه للراجل.
ايوه بس المسائل دي ما بتشغلش تفكير الستات قد ما بتشغل تفكيركم انتوا. الحقيقه يا رجاله انتوا حاجه غريبه. غريبه ليك يا طلال الشعب. انا بستغرب ازاي الراجل يتلهف على اي واحده ست من غير ما يكون في بينهم حاجه. حاجه ايه؟ مزاج قريب مثلا، تفكير مشترك، علاقه قويه. المساله دي بالنسبه لكم يا رجاله فيها شيء حيواني جدا. حيواني ازاي يعني؟ اي ست عندكم زي التانيه. بصراحه مش كلهم. من ساعة ما جيت وانا عمال اقرب منك وانت بتبعد عني، ياما حلمت بيك وانا في السجن، اتحكى لي عنك كتير، كنت بتخيل نفسي معاك في زنزانة لوحدينا. انا بحبك يا وفاء، بحبك حتى من قبل ما اشوفك. المسألة تخصك ما تخصنيش. مش صحيح، زي ما انت محتاجه لي انا محتاج لك. كلها يومين وتبقى زي الفل. تعالى معايا شمنك شوية هوا هناك. طب ما تيجي تشرب معانا بره شاي، يمكن تبقى احسن. لا اشربوا انتوا. طيب بس يا سيدي، كان كل يوم خناقه وعصبيه ومرات كان بيمد ايده عليا عشان يعوض النقص اللي حاسس بيه. ما كانش ممكن استمر معاه اكتر من كده. طلبت الطلاق، كل الناس اعتبروني مجرمة إلا كامل، هو الوحيد اللي وقف جنبي. عمري ما حسيت بالحنان اللي معاه، هو أبويا وأخويا وحبيبي. كنت أتمنى أتجوز راجل زيه. أنا دوشتك حقيقي، أنا حاسة إنك أنت بقيت أكتر من أخ. ثلاثة شاي كهرمان آخر زب زيادة أهو. شوفي يا حبيبي.
ادخل. انتي على شيء ما تعرفهاش. مرات اخويا دي كل ما اقعد فيها احس ان انا ولا حاجه جنبها. تعرف توصل ازاي للي هي عايزاه. قالت تلف دماغ اخويا وتخليه يتجوزها. بعديها حياته اتدربكت. ساب شغله وورط نفسه. ودخل السجن عشان يلبي لها طلباتها اللي ما بتنتهيش. ودلوقتي الهانم عايزه تنزل مصر وتبيع الارض وتعيش حياتها. انت ما بتفكريش تتجوزي تاني؟ انا ما بفكرش خلاص في الحاجات دي. حاسه ان انا بقيت واحده تانيه. حاسه ان انا اتغيرت ونسيت نفسي. اتوحشت. اتوحشت ايه؟ بالعكس ده انت زي القمر. واضح ان الشمس ضربت من فوق الحد فيها. مش دي هدوم بابا؟ بنشوف حاجة لحسن بدل الهدوم اللي اتقطعت. هتديني هدوم بابا؟ الهدوم دي كانت هتاكلها العدة. على الأقل هتستفيد بيها. خد شوفي كده. ممكن آخدها؟ طبعا حبيبتي. خديها. كويس. كويس ده في طول الوسط بس يتضايق شويه لان حسن ارفع واطول. مش عارف اقول لكم ايه. ما تقولش لف. يعني تشتغل وانا ما عملتش اي حاجه ربنا يقدرنا. ايه؟ سوري. سوري. ناويني كرافته يا وفاء. بس انا عمري ما لبست كرافته. مش مهم. اديني وشك عشان يبقى شكلك محترم. ايه رايك؟ ايه رايك؟ كفايه كفايه كفايه
صباح النور. صباح النوم. صباح بدري. نسيتك كحي. يظهر انك كنت جعان نوم، الحكايه دي ما حصلتليش بقالها مده. ويظهر كمان انك اتعودت على الراحه. صباح الخير. صباح الخير. يلا بقى غير هدومك علشان ننزل السوق، عايزين نشتري شويه حاجات. انا كمان هنزل معاك. طب والشغل اللي في ايدك؟ الشغل عمره ما بيخلص. يعني سيب سلمى بقى لوحدها؟ طب ما انزل انا كمان معاكم. والله فكره، كلنا بقى نسيب الشغل والغنم وكل حاجه، ما احنا خلاص اخذنا على الدلع. والله اول مره تقولي حاجه صح. ها ايه رايكم؟ تجنن. ايه بقى الوجاهه دي؟ البركه فيا، انا اللي طولتهم لك وضيقتهم لك. يلا يا حسن، احنا مش هنتاخر، راجعين على طول. عزة سلمى يلا بنت وجع القلب. لا عربية ما تبانش. طب ما تقول اوب 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 اوب. دوري جنيه 35 قرش في التوفيق. كتر خيرك يا عم عز. لا الباقي 15 جنيه 35 قرش. ليه بقى؟ مش 4 صابون؟ ايوه. 7 زيت؟ ايوه. واخد 13 حته جلد و40 بيضه؟ ايوه. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. لا مؤاخذه معاك. عنك عنك يا حاج. يلا. مع السلامة حسرة البركة. الله يبارك فيك. الجورنال والنبي يا عم عز. زرتها أول امبارح يا ست وفاء. زي بعده هاتي. بس الجرايد بتيجي هنا يوم و10 لا. ما تخلص طفاه. كتر خيرك، كتر خيرك. في ايه مالك؟ تعالي تعالي. اسوق انا؟ اسوق انا؟ لا خلاص مفيش حاجة. لا ما تخافيش، انا سواق بريمو، ما تخافيش. يلا كمل. يا جماعه كده ارجعي لي عينك وسط النجا. تعالى انت تبقى شايفه كده. يا جماعه ده شغال عندهم. يا عالم ده يا راجل، واحد يستنى شغلانه يشتغلها زي كده. طبعا. ايه الشطاره دي كلها؟ متشكر. لا انت لازم تعلميني بقى. لما يبقى عندك وقت. الجميل مكشر ليه؟ مفيش. لا في، انا عارف. عارف ايه؟ هو انا على بالك خالص. الله الله الله، ايه الكلام ده؟ ده انت ست الكل. ايوه. زعلانه منك. زعلانه مني؟ مع اني انا مش عارف انت زعلانه مني ليه، لكن حقك عليا. اخر كلام؟ اخر كلام. طب ماشي، سامح. على فين؟ نعم يا ستي. دي شنطة الأسرار بتاعتي. عفوا، محدش شافها قبل كده ولا حتى ماما.
كويس أوي. الله الله الله. إيه ده؟ الحاجات دي حاجات ماما؟ لا حاجاتي. دي حاجاتك؟ آه. أنت ما بتستعملهاش ليه؟ أوقات كنت بستعملها بس في السر أنا لوحدي. عشان بابا ما كانش بيحب إن أنا أحط مكياج. وأنا ما بحبش أزعل. أحسن، شكلك كده أحسن، بلاش 100 مرة. وإيه ده كمان؟ عمر الشريف. إلى حبيبتي سلمى، عمر الشريف. ده عمر الشريف اللي بعتها لك؟ عمر اللي بعت لك صورة. أنا اللي كتبتها لنفسي. سلمى، بعت لك صورتي وما ردتيش عليا. قعدت منتظر 3 ساعات امبارح على القطر وما جيتيش. أول ما هتخرج على اللي أنت عايزاه. بحبك. ايه كل الشراء دي؟ عبد الحليم؟ اه اسمي بحبه قوي، بموت فيه. انا ما حبيتش قبل كده، بس عرفت يعني ايه حب من كلام اغاني. خد الكاسيت ليك عشان بقى تسمعه تبقى تفتكرني. تجربة السجن دي شرخت كامل من جوه. لما كنت بزوره الفترة الأخيرة كان وقت الزيارة يمر من غير ولا كلمة، كأن ما بقاش في كلام يتقال. لما رحت له في آخر زيارة وعرفت إنه مات صدمت صدمة كبيرة قوي، شلت كل تفكيري. فضلت مدة مش عارفة أعمل إيه غير إني أقعد تحت الشجر والمعيز ترعى حواليا، تقعد بحلقي مقلي. عارف المعيز لها عيون فيها حزن غريب. بعد فترة حسيت اني ما بقاش في حاجة تهمني كتير، لا كامل ولا البيت ولا الارض ولا حتى سلمى. ولقيت عندي رغبة غريبة، حسيت اني عايزة مقمق زي المعيز. هتضحكش، الأفكار المجنونة ممكن تيجي لأي حد حاسس بوحدة، وحدة حقيقية. أنت فاهم؟ أه طبعًا فاهمك. أنا مش عارفة بقولك الكلام ده كله ليه. حاجة هبلة والسلام. بحبك. يلا يا جماعة. يلا أنا جاية أهو. يلا
جميل. يلا حبيبتي خدي. حلوة وملعوبة. انت بصرة. عادي عادي. بصرة. بنت لو عملتيها مش هلعب معاكوا تاني. طبعا انا بلاقي انا انا. يلا. يلا. ماشي. اتفضلي. شيلي. شيلي. شيلي شيلي شيلي. ادينا بصرة ست سلمى بقى. شكلها كده. ما تلعب. جميل. خد ارمي عادي. حلو ملعوب. ايه بتعمل ايه؟ ولد ولد ولد. اديها بصرة بقى. بعينك بصر يا ولطجيه رابعة تسعة نزلت خلاص يا ماما وريها لي وريها لي اهي قومي اهي انت بنت مرفوض بقى انا مش هلعب معاك واحد الكبل ده منحبل أنا أشم شوية هوا برا. بقول إيه؟ مش نطلع ننام بقى كده كلنا؟ ولا مش جاي له نوم؟ ننام برضه عشان ورانا شغل من الصبح بدري. مش ده كلامك أنت يا عزة؟ يلا يا بنت يلا. سلام سلام بالراحة يا بنتي يا بنتي ما صرتشيش بس قوي بس يا بنتي يلا 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 يا جماعة ده عملته بتاع طهارات رش المية حلاوة رش المية حلاوة الامتلاك خشب
الصداع عشان تبقي تسمعي الكلام. عارفه اقول لك غيري هدومك، غيري هدومك مفيش فايده. اديكي سكتشي لحد ما اخدتي بالك. لا يا عارفه دي بنت سخنه بتترعش. مالك يا فندم؟ لمونتها سخنة كده بتدفى هتصبح الصبح ازاي يا فندم؟ ما هبش الا لمونتها الصبح. تعالي يا ماما عشان تستريحي في سريرك، يلا. انا اقعد معاك شوية يا ماما. يلا يا سلمى بلاش دلع، قومي. قومي. خليكي جنبي يا ماما ما تسيبينيش. أنا جنبك يا ابني. طم 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 على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم سلم يا نايم عيوني عليك سألوني ويا يقطع الخميره من البيت. شكلي انا الله يكرمك. شكلي صحيح مالوش دواء لكن اختصاصي في هوا. ماما سابت لي في البيت ابيض كتير ملهاش عادة كان عندها 12 ولد ما فضلش منهم الا انا. والعزبه دي في شبرا اليمن وهبيعها بكره مقدما وهشتربها مؤقتا لابن خطوبة حبنا. بس ارحمني. بس فهمي ما ضيعش مستقبلي. كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه لكن خيال حبيبي رمك جهول حبيبي مش لاقيه فيه حاجه منه من ناحية قلبي ونار قلبي واتحبي بموت واتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ألاقيها بصوت بلدي ومدحهم فتحوا بلد من فول والطعمية أربع عمارات أربع عمارات نادرين عليا لو قلت أيوة يا مش عارف إيه بتاع شمعة مفرش رموشي وغني في عليها والشمعة ولا والشمعة كلام جديد ويا ماما سيبك منهم ده مفيش غيري ترم قيمة ومركز ووظيفة ميري ترم مربوطة الدرجة السابعة والناس درجات ومرشح اخد التاسعة غير العيلة وات معرفش لا كده ولا كده
ولا ليا اصحاب ولا ليا اصحاب اصحاب ولا ليا لا دعوه ولا بدا ولا بدا ولا ليا احباب ولا ليا احباب احباب يعني المهية من الصرف مع العلاوه على الانصاف حيكونوا ملك ايديك النظف وان شاء الله اكل انا عيش اكل انا عيش ح ح ح يجيكم ناخ النبنان مهلول الهلال يا هلال يا هلال 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 حتكون ليلة ولا المجنون ولا المجنون حتكون ليلة ولا المجنون حتكون ليلة ولا كتيرة دي هتاكل صوابعك وراها. تسلمي ليكي. سلمى تعالي يا حبيبتي دخلي دول في المطبخ. حاضر. سيبيهم كويس. هاتيهم كنا منين ها؟ حاضر. طماطم في التلاجة احسن تخسر. حاضر. بحبك. تسلم ايديكي. محدش ليه مزاج يشاركني؟ الهنا والشفا تبقى هناك. ابو علي عامل لك شاي تاني؟ شاي ايه؟ احنا لازم ننزل السوق. ما كنت في السوق اول امبارح. نسينا نجيب العلف المره اللي فاتت. يلا يا حسن. طب ما انزل انا المره دي مع حسن يا ماما. لا. لا ليه بقى؟ عايز تنزلي عشان تسوقي مش كده؟ طب خلاص انزل من غير سواقه والنبي يا ماما والنبي والنبي. يلا حسن يلا يا حسن. باي. لو فيها نزله زق يلا ماما. يلا يا سحر. ايوه يلا مدرب ابو كامل. كنت طلبت مني اني اشتري نصيبك في الارض انت وسلمى. ايوه وانت قلت لي ما تسواش غير 5000. هي فعلا ما تسواش. بس انا مستعده اخليهم لك سته. الفدان هنا لما يضربوا الدم ما يجيبش اكتر من 1000 او 1200 جنيه وبس. الله الله الله. سبق انك انت رفضت تبيعي بسعر احسن من كده بكتير. انا ما بيعش ارض اخويا ولا ارضي لحد غريب. اطمني. انا كمان مش هبيع لا للغريب ولا للقريب. شايفه انك اتغيرتي. للأحسن ولا للأوحش؟ لا للأحسن كتير. مش شايفة انك انت مهتمة بشكلك وبهدومك؟ وده يزعلك في ايه؟ ما يزعلنيش. بس انت شايفة ان ده صح؟ خليكي في حالك أحسن يا عزة. مش انت اللي هتعلميني الصح من الغلط. طيب سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا سوق على مهلك سوق بكره الدنيا تروق ترارارا سوق سوق على مهلك سوق ترارارا 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 طب خلاص بقى مش مسلمك. ازاي؟ لا 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 خليك. انا على زعلك. يلا ازاي بقى؟ يا لذيذ.
بس بقى ايه؟ جيبي سيرة لماما. ها؟ لا. يلا. ايه؟ يلا اوبا. الأكل حمي على قلبك. الأكل برضو اللي حمي على قلبك؟ قصدك إيه؟ أنت فاهم قصدي كويس. هي لازقالك كده ليه؟ ها؟ الكبريت الله، ما هو ظهر الكبريت هم اللي مدوخيني جوه عليه ليه؟ مخبيه كان في جيبه. اتفضل. عزة يلا نخلص الشغل اللي كان ورانا حسن الشمس قربت تنزل. يلا. ايه المساحة
بيكي لغايه دلوقتي؟ مش جاي لي نوم. لونك مخطوف يا حبيبتي. مالك؟ انت تعبانه؟ متضايقه شويه. من ايه؟ من الناس بقت تجيب في سيرتنا. الناس بتجيب في سيرتنا؟ بيقولوا ازاي نعيش مع راجل غريب؟ مش هما برضو اللي ما كانش عاجبهم اننا عايشين لوحدنا؟ خليهم بقى يقولوا اللي يقولوا. يمكن ما يهمكيش الناس دي. طب انا كمان ما يهمكيش. قصدك ايه؟ لما تلاقيني متضايقه من حاجه بيتهيألي يهمك. طبعا يا حبيبتي. ماما انا مش قادره استحمل القرف اللي احنا فيه ده. قرف ايه يا سلمى؟ وطي صوتك شويه، عمتك تصحى. عمتي؟ عمتي عند البيت اللي بره. حسن يا خولي مين بغير يا حسن؟ بغير يا حسن؟ ولما بغير ما بعرفش اتلم على كتفي يا حسن. وفاء انا ما كانش جايلي نوم وحسن كان صاحي، قعدنا نتكلم شويه. مش غلط، انا اصلا اسمعيني وفاء، انا بحبك، بحبك وعايز اتجوزك. سلمى انا عمال ادور عليك. كويس انك انت لوحدك. اول هام انا زعلان انك انت حزينه كده، ولو في حاجه مضايقاكي انا هصلح كل حاجه. رد عليا يا سلمى. مش عايزه حاجه من حد، سيبوني في حالي. أنا مش حلو كده، احنا لازم نتكلم مع بعض، لازم نتفاهم.
انتم مش شايفين حاله الارض بقت عامله ازاي؟ المجهود اللي بنعمله كله هروح حاضر كده. انا بكلم روحي ولا ايه؟ ايه ما تتكلموا؟ هنفضل عايشين في الغم ده؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. يا اخواننا مش مهم نبقى متفقين ولا مختلفين، المهم ان احنا نتكلم وشويه شويه كل حاجه هتتصلح. كل شيء هيبقى كويس وهنستريح لما نرجع نحب بعض احنا الاربعه زي الاول عشان نحقق حلمنا والا نبقى اغبياء لو ضيعناه. كل حاجة واخدها لنفسك. فضلتي تلعبي على اخويا لحد ما اتجوزتيه. ودلوقتي بتلعبي على حسن. ده معنى ايه؟ قلتلك هو اللي طلب الجواز يا عزة. مش ده المهم. امال ايه؟ فانا محتاجة لحسن اكتر منك. مش عندك بنتك. انا حاسه انها بالحنان بعد كده. ده ماشي واخد شنطته وماشي. مش عارف من انت اللي اتسببت في كل ده؟ انا مش هبرر اي حاجة. احنا خلاص انتهينا. انتهينا؟ انت مش قلت لي ان كل اللي تتمناه انك تشوفني سعيدة؟ وانك هتفضل جنبي على طول؟ ايوه. ومفيش حاجة تانية تهمني غير كده. انا حياتي من غيرك ولا حاجة. طب ليه تمشي من هنا؟ ليه تسيبني؟ انت مش عارف المسألة دي هتقلمني قد ايه؟ انت فاكرة ان انا مش هتقلم اكتر منك؟ بس اللي حصل ده ممكن يحصل اسوأ منه. طب ما هو ممكن كل حاجة تتصلح زي ما انت قلت. بس ارجوك يا حسن ما تعملش فيا كده. انت ما تصورش اما تخيل انك هتبعد عني. انا بترعب. تروحي تعملي ايه دلوقتي؟ خلاص اتشقلبت، لازم امشي من هنا.
طيب أكيد هتبقي مستريحة مع زمايلك. رايحة فين؟ هحضر لك الشنطة، هحضر لك بقية الحاجات عشان تقدر تسافري. استني عايزة أتكلم معاكي. حاجات لازم أقولها لك قبل ما أسافر. خير. قولي. ماما في الأيام الأخيرة زي ما أنت شايفة تقريبا ما اتكلمناش مع بعض. جايز ما جاتش فرصة عشان كده يمكن ما فتحناش موضوع. جايز يكون يعني عايزة أقول إن في حاجات كتير أوي كانت بتضايقني بتنرفز كنت بتعذب. ماما خلاص أنت فهمتي. وجود حسن هنا بيضايقك مش كده؟ أيوه. بس حبيبتي وجود راجل معانا هنا مهم أوي لأن إحنا كستات في حاجات كتير ما نقدرش احنا نعملها محتاجة القوة. بس حسن بقى ما بيشتغلش ما بيعملش حاجة للفرح ده احنا اللي بنخدمه. انت اعصابك تعبانة يا حبيبتي. ماما انا بقالي كام يوم وانا اعصابي بتتحطم. وايه اللي يحطم اعصابك؟ انت كنت دايما بالنسبة لي اعصب شيء في الدنيا. ما تخلينيش اتوجع اكتر من كده. ماما انا عارفة ان هو سبب كل ده. خدتنا زي الحية. أنا سمعت صوت وصوتك. أنت فاكرة إن أنا مش فاهمة؟ أنا بسمع وبعد أنفاسكم من بقالي 3 شهور. بقيتوا ما تقدروش تقولوا لي لأ. أيوة ما أقدرش أقول لأ. ما أقدرش أرفض لك أي طلب. الحقيقة أنا اللي عايزة كده. أنا اللي عايزاه. ليه ما قسيت من الوحدة وحسيت بالفشل؟ ما كانش عندي أي أمل حاجة كويسة ممكن تحصل في حياتي. قبل ما يجي ما أقدرش أعيش من غيره. إحنا خلاص هنتجوز. طب وعزة؟ مالها عزة؟ مالها؟ انت عارفه مالها؟ عارفه كل حاجه وساكته. اما نفسك مش شايفه سايبه الراجل ده يجرجركم وراه زي البهايم. لو ترجع عليا انا متهيألي مش هتمرقي برضه. عشان مش عايزة اضحك عليكي. انت ضحكت على الكل. فلما عرضت عليها جواز كنت بتعمل علاقة معايا ليه؟ مش عايزني يا كلب يا وحش تكون على الارض. عزانة انا اسف اني مديت ايدي عليكي. انت السبب. سلمى ان شاء الله لما تسافري كل حاجه. مش هسافر مش هسافر. بحبه بحبه.
عشان ايه يحصل ده كله؟ مش فاهم. مش فاهم يعني ايه انسان ممكن يتجرح في احساسه في كرامته؟ كرامه؟ نكره بعض ونخسر كل حاجه وتقولي لي كرامه؟ احنا ما عادش في بيننا بعض المسائل دي. انت حطمتنا. انا؟ انت عايزه تقولي ان انا السبب؟ لا بقى، لا مؤاخذه بقى، لا مؤاخذه بقى، كلنا كده، كلنا كنا متفقين. متفقين على ايه؟ ايوه متفقين، متفقين لا مؤاخذه كده من غير ما نقول. انتوا كنتوا محتاجين تحسوا ان في راجل بيحميكم وتسمعوا كلامه وتمشوا وراه، وانا كنت محتاج احس ان انا راجل بحمي بيتي. بيتك؟ بيتنا كلنا. ازاي دلوقتي؟ وانا اللي بيحصل ده كابوس. كابوس لازم نصحى منه من فوق. لازم نرجع تاني زي الاول قلبين على بعض. كل واحد فينا يخاف على التانيين وهم يخافوا عليه. حد سأل نفسه ازاي سلمى تفكر في حاجه فظيعه زي دي؟ لازم نعرف ايه اللي مضايق سلمى هنا ونصلحه. وانت مش كنت تحت؟ لا انا كنت فاكره انك انت اللي تحت. من ناحيه دي وانا هشوف من ناحيه دي. يا سلمى 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 الله ايه الحلاوه دي؟ ها؟
ايه الجمال ده؟ تعالي تعالي. انت عارفه ان جميله قوي؟ معقول يا سامي؟ معقول واحده فرقتك وطهامتك وشبابك تعمل كده؟ لا 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 انا زعلان منك. انا حاسس بيك يا سامي، حاسس بيك، وانا عارف ان في حاجات كتير عايزه تقولها لي. تعالي سلمى. تعالي يا سلمى. عزة وفاء سلمى هلا. بتعملي ايه؟ سيبي يا مجنونه، سيبي سيبي بتاعت ابويا. ما تلمسهاش. لو ليا خاطر عندك خدي ماما وامشي من هنا. انت ممكن تعيشي في وسط الناس وانت رافعة راسك، مش لانك ما غلطتيش، لا لانك مش هتغلطي تاني. لسه الحياة والمستقبل قدامك. عزة. ايوه يا بابا. خلي بالك من بينا تاني ابدا يا حسن. حسن